انت فرحانه بنفسك على اللي انت عملتيه؟ الحمد لله. بس يا بنت بقيت دكتوره رسمي. هي اسكتي اسكتي، انت عارفه البلوه اللي انت عاملاها؟ خلاص يا بنت، هي البلوه اللي مالها؟ ايه اللي جرالها؟ مقلوب حالها. ايه يا عم احمد يا عرابي؟ انت ايه نظامك بقى؟ ايه ده؟ انتوا خلفتوا؟ احنا هنجيب الاشكال دي برضه؟ مين ده يا ابي؟ ده حمامه بتاع التليفونات. حمامه؟ أول مرة أشوف حمامة سودة. في إيه؟ اسكت اسكت يا حمامة، البنت نوها أختي. ما تيجي وأنت بقيت غريب، تعالى يا راجل. يا زواوي عندي ضيوف جوه، خلصني. في إيه؟ في إيه؟ عندك ضيوف؟ أيوة. البنت نوها مش دكتورة، فتحت بطن واحد، رمت القلب. ما في داهية، إحنا ناقصين وجع قلب. أنا رأيك. زواوي. نعم. أنتِ جاية اشتغلي إيه؟ يا لهوي، ده الراجل معذور، كل دي ناس قاعده. ايه ده؟ وايه العيال دي؟ يا لا لا لا، ايه ده؟ ده لازم عامل غيه جوه يا بيه. غيه ايه؟ ده ناس كتير. امال ايه ده كله ده؟ ده ناس. الله، في ايه بس؟ مش دي برضو اوضه نومي؟ ايوه اوضه نومك. في ايه يا بهيه؟ زواب. ايه؟ احنا معمول لنا عمل يا اخويا. يا اختي، ومرمى على السرير هو وضيوفه. يا نهار اسود. بعدين ايه يا عم اسرائيل؟ لازم تجيب عيال تسعدها وتفرحها، وانت رايح جايب لي ثلاثه يحرقوا دمي. انت لا يمكن، انتوا لا يمكن تكونوا اخواتي ابدا. انتوا 100% وساخت بطن، انا عارف البطن، بطن الكرك بتحدي في حاجات ملهاش لازمه. يا غالي عليا يا زواوي يا اخويا. زواوي يا اخويا. يا سلام. يا سلوم. ويا اجمل هديه من امي وابويا. يا زواوي يا حبيبي. يا زواوي يا زواوي يا اخويا. روحوا منكم لله، ربنا بعت لي نكبه ثلاثه سيستم. ربنا يخليك. والكارثه ما كنتش عامل حسابها. انا ليه؟ والله الكارثه ما كنت عامل حسابها. انا عملت حاجه. وانا يا زبابي. ايه ده؟ ماما عطيه طلعت. مومو. مومو انت عملتي حساب لمومو؟ طول الوقت قرفانه زهقانه قطرانه خنزقوره زبابي. ماما فاتي يحرق دمي. ماما حرام عليك، صحتك اهم. او النبي يا حاجه انصحيه، الله يخليك. يا نهار اسود ومنيل، ايه اللي جاب الوليه الحوله دي هنا؟ زبابي اسمع كلام، خلي بالك من صحتك. اسمعي، انا ستي كبير من زمان. يا لهوي. استري عليا، انا اتبست يا اختي. انا اللي هستر عليك؟ ايه؟ روحوا منكم لله. ايه يا ست نهى؟ ايه يا عم؟ بس بنت. ايه؟ افتحي بطن واحد عشان بلوزه. ما لو نفسك راحت لبلطو يا اختي، هتفتحي ايه؟ افتح قناه السويس. ترد عليا اخرجي. ايه انا البنت الوحيده اللي في البيت لازم اتدلع؟ ما هو اخر الدرع بتاعي اهو. دلعت الدنيا وفتحت بطن واحد. اطلعت دكتوره في ايه؟ وقت ايه وليلة ايه؟ فتحت الراجل وقفلته. انا دمي اتحرق خلاص. يعني ايه؟ يعني داخل انام. واللي هيقرب مني بالبنيه حتى انام. انا عارف رزالتك بهيجه. انت نمت وانت واقف يا زواوي؟ ده يضحي برضه؟ يا راجل اصحى اصحى عشان خاطري يا زواوي. كده بوظتوا الليلة يا اختي التنيلة، هي بايظة من اللي انت الدخلة.